الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الحليم الشكور العزيز الغفور، قائم على كل نفس بما كسبت، يحصي على العباد أعمالهم ثم يجزيهم بما أيديهم كسبت، ولا يظلم ربك أحدا. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى كل عمل مبرور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، إن من أهم المهمات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفس، تزكية النفس وتطهيرها، بل إن المقصد الأعظم لرسالة الإسلام في كل تشريعاته، سواء كان منها التشريعات العبادية أو الحدود أو المعاملات كلها وغيرها، إنما المقصد الأعظم منها تزكية هذه النفس وتطهيرها، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد علق الله تبارك وتعالى الفلاح، فلاح العبد بتزكية نفسه، وذلك بعد سبعة أقسام متوالية في سورة واحدة أقسم بها الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والواو هنا واو القسم كما هو معلوم، والشمس وضحاها، والمقسم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقسم جل وعلا بما شاء. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. ثلاثة من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده
وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، وزكى نفسها. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعلم أن الله معه حيثما كان. يعلم أن الله معه حيثما كان، حديث صحيح رواه الإمام البيهقي رحمة الله عليه. ولتزكية النفس وسائل متعددة وطرق توصل إلى ذلك، دل عليها المنهج التربوي الإسلامي، منهج القرآن والسنة، وهي: وإن كنا كما قلنا في بداية الحديث بأن المقصد الأعظم من التشريع الإسلامي بكل جوانبه العبادية والحدود وغيرها والمعاملات هو تزكية النفس، إلا أن القرآن والسنة النبوية دلت ووجهت وبينت بعض المسالك وبعض الطرق التي إذا سلكها المسلم الذي يريد لنفسه الخير فإنه تطهر نفسه وتزكو روحه بإذن الله تبارك وتعالى. وسنقف بإذن الله تبارك وتعالى خلال هذه اللقاءات، لقاءات تزكية النفس، تطهير النفس، الارتقاء بمنسوب الإيمان في نفوسنا، لكي تصبح أقوالنا وأعمالنا واحدة، أو لكي تعزز أعمالنا أقوالنا. سنقف بإذن الله تبارك وتعالى عدة وقفات نتبين فيها تلك المسالك والطرق التي بينها القرآن الكريم والسنة النبوية لكي نطهر أنفسنا ونزكيها بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بما نقول. أيها الإخوة الأحبة، من وسائل تزكية النفس التي ركز عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الخوف. الخوف، لكنه ليس الخوف من البشر، فإن البشر لا ولن يصل إليك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولا مهرب مما كتبه الله وقدره عليك أبدا، ولكنه الخوف ممن رقاب المخلوقات جميعها بيده هو سبحانه وتعالى، الخوف من الله العظيم الجليل سبحانه وتعالى. فما من شك، فمن لا شك فيه أن للخوف سلطانا قويا على النفس البشرية عموما وعلى النفس المؤمنة خصوصا. وإذا كان المسلم محتاجا إلى تزكية نفسه بالخوف من الله تبارك وتعالى في كل وقت، فإن الحاجة إليه في هذا الزمن وفي هذا المكان الذي نعيش فيه، الذي يعج بالمنكرات والمغريات والفتن، لا من باب أولى وأحرى. والله تبارك وتعالى أمر عباده بالخوف منه، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تبارك وتعالى، فإنك إذا خفت التجأت إليه أو هربت إليه. كل مخلوق إذا خفت هربت منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفت هربت إليه. قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون، فلا تخافوهم وخافوني إن
كنتم مؤمنين. فأمر سبحانه وتعالى كما استمعت بالخوف منه جل وعلا، بل وجعل الخوف منه سبحانه وتعالى شرطا لوجود الإيمان. قال تعالى: وإياي فارهبون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: منزلة الخوف من أجل منازل الطريق إلى الله وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد من المسلمين أراد لنفسه السلامة في الدنيا والنجاة في الأخرى. وقال أيضا: القلب في سيره إلى الله، القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، محبة الله سبحانه وتعالى رأسه، وجناحاه والخوف من الله عز وجل والرجاء فيه جناحاه. محبة الله رأسه، والخوف من الله والرجاء فيه سبحانه وتعالى جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، كل إنسان يدعي الخوف من الله عز وجل، ولكن ذلك الخوف إما أن يكون صورة أو أن يكون حقيقة، إما أن يكون خوفا صوريا وإما أن يكون خوفا حقيقيا. فمن منعه خوفه من الله جل وعلا من فعل المحرمات فهو خائف خوفا حقيقيا، ومن لم يمنعه خوفه من الله سبحانه وتعالى من فعل المحرمات فخوفه خوف صوري. ولذا كانت النتيجة الحتمية لذلك الخوف الصوري أن رأينا انتشار المعاصي والمنكرات في أوساط المسلمين والمسلمات. فما خاف الله، ما خاف الله حقيقة من تجرأ على محارم الله جل وعلا، وما خاف الله حقيقة من تعامل بالربا أخذا وعطاء، وما خاف الله حقيقة من ينام ويصبح على آلات الموسيقى والغناء، وما خاف الله حقيقة من شرب الدخان، وما خاف الله حقيقة من كذب في حديثه على الناس وهم له مصدقون، وما خاف الله حقيقة من خان وغدر بإخوانه المسلمين، وما خاف الله حقيقة من لعب القمار وتعاطى المسكرات والمخدرات، وما خافت الله حقيقة من تبرجت فخرجت حاسرة الرأس عارية الصدر مكشوفة الساقين، وما خافت الله حقيقة من خرجت من بيتها متعطرة فشم الناس ريحها، وما خافت الله حقيقة من باتت وزوجها عنها ساخط، وما خافت الله حقيقة من تنمصت وللحسن تفلجت. وبالجملة فكل من ضيع أوامر الله وارتكب نواهيه فما خاف الله تبارك وتعالى خوفا حقيقيا خوفا فما خاف الله تعالى خوفا حقيقيا منعه من عذاب الله سبحانه وتعالى وعصمه من أليم عقابه جل وعلا، وأنجاه يوم القيامة من الشدة والبلاء. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج
ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن القدر الواجب على كل مسلم ومسلمة من الخوف، هنالك قدر واجب من الخوف يجب أن يتخلق به المؤمن وتتخلق به المؤمنة، وإلا هلك وتردى. القدر الواجب من هذا الخوف الذي يجب أن يتخلق ويتحل به كل مسلم ومسلمة، هو ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. هذا هو القدر الواجب، هو أن يحملك على أداء ما أوجب وما فرض الله تبارك وتعالى عليك. فرض عليك الصلاة، تقيمها في وقتها كما فرضها عليك، وتؤديها كاملة كما بيّنها لك رسوله صلى الله عليه وسلم. فرض عليك الزكاة، إذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول فيجب أن لا تتأخر لحظة واحدة إذا حال الحول على مالك، وأن تخرج زكاة مالك. فرض عليك الحج والعمرة، فإن متى حصلت على الزاد والراحلة فإنه يجب عليك الحج والعمرة. متى حصل لك الزاد وكنت قادرا على الحج فإنه لا يجوز لك أبدا أن تتأخر بعد ذلك أبدا. فرض عليك الصوم وأنت صحيحا معافا مقيما فإنه يجب عليك أن تصوم إلى آخر ذلك. ونهاك عن أشياء، نهاك عن الكذب والغدر والخيانة والزنا وارتكاب الفواحش بصفة عامة، فيجب عليك أن تبتعد عنها. وإلا اعلم أنه إذا دفعتك نفسك إلى شيء من المنكرات، أو قصرت في شيء من الفرائض والمندوبات، فاعلم بأن خوفك إما أن يكون معدوما، وإما أن يكون ضعيفا جدا لا يفي بحاجة إيمانك. فإن زاد على ذلك، يقول ابن رجب، فإن زاد على ذلك، أي منسوب الإيمان إذا الخوف في النفس إذا زاد على هذا القدر، حيث صار باعثا للنفس على التشمير في النوافل والطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات، كان ذلك فضلا محمودا. فالخوف الحقيقي إذن هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات. وما لم يكن كذلك فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا أبدا. قال بعض الحكماء: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، وإنما الخائف من يترك ما خاف أن يعاقب عليه. ليس الخائف من يبكي فيمسح عينيه، وإنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد وقع لها التباس في قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يقومون بالأعمال ويقولون أقوالا ويفعلون أفعالا
ومع ذلك تجد قلوبهم مضطربة خائفة، لأنهم يعلمون أن مرجعهم إلى الله عز وجل وأنه محاسبهم على تلك الأعمال والأقوال. وقع لها التباس في هذه الآية حول مفهومها. من هؤلاء الذين عناهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ أنهم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. أهم الذين يشربون الخمر يا رسول الله؟ أهم الذين يزنون يا رسول الله؟ أهم الذين يسرقون يا رسول الله؟ ومع ذلك تجد عندهم خوفا، لأنهم يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمع. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سألته: أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا لا، ليس الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر بخائف من الله، لأنه لو كان خائفا ولو كان عنده خوف لما تجرأ على محارم الله ولما بارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي. لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. الرجل يصوم، يصلي، يتصدق، ومع ذلك تجد قلبه وجلا خائفا ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منه. والحديث صحيح، رواه الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولذا كلما ازداد علمك بربك سبحانه وتعالى في قلبك، كلما ازداد خوفك من الله جل وعلا، وكلما جهلت ربك سبحانه وتعالى كلما ازدادت جرأتك عليه سبحانه وتعالى، وهو يأخذك بحلمه ويأخذك بعفوه ويأخذك برحمته ويأخذك بكرمه سبحانه وتعالى، ولا يعاجلك بالعقوبة، ويترك ويعطيك الفسحة للتوبة والأوبة، ويرسل لك من يذكرك من يعيدك إلى الجادة والصواب، عساك أن تتوب وتؤوب إلى ربك سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، وخافوه واخشوه وحده سبحانه وتعالى، ولا تخشوا أحدا غيره. قال تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون، وقال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إن الله جل في علاه أمركم بأمر عظيم، بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا من الذين يخشونك في السر والعلن. اللهم يا أرحم الراحمين، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر فروجنا من الزنا، وطهر بطوننا من أكل الحرام. اللهم يا حي يا قيوم، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا كل عمل يقربنا إلى رضاك. اللهم حبب إلينا كل عمل يقربنا يدخلنا جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي، وبغض إلينا كل عمل يجلب علينا سخطك يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.